ينضم معنا محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عادل الجنزلي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل، صباح الخير. حياك الله. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. يعني أعطينا حول المتوقع عن الأجواء والطقس، حالة الطقس بالنسبة لمختلف مناطق المملكة. نعم، إن شاء الله تكون الأجواء حارة شديدة الحرارة على المناطق الوسطى وأيضا على الغربية، ويكون هناك انحسار للحرارة نوعا ما على المنطقة الشرقية، وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية على تلك المناطق. أما على المرتفعات الجنوبية الغربية فكما تفضلتم وذكرتم في التقرير، هناك فرصة لتواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة في فترة الظهيرة والمساء، تتأثر بها معظم المدن والمحافظات في تلك المناطق. نعم، طيب اللي يبغى يهرب من الحر في هذه الفترة، أيضا كمان عندنا عطلة نهاية الأسبوع، ها اليومين الجمعة والسبت، وين ممكن يروح؟ أي منطقة ممكن يكون فيها الأجواء شوية معتدلة؟ والله عندنا على المصايف ما شاء الله تبارك الله الأجواء جدا رائعة، والسحب تتواجد في فترة الظهيرة، وأيضا تواجد فرصة لهطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مرتفعات أبها والباحة والنماص، كل تلك المناطق ما شاء الله تبارك الله يعني أجواء رائعة. نعم. أستاذ عادل، يعني الحديث عن درجة الحرارة وارتفاعه، وانت تحدثت أنه خلال هذه الأيام سيكون حر شديد، يعني الناس قاعدة تحس بالحر فعليا، تتكلم عن الحر بشكل كبير، هل هذا الحر هو الأشد خلال الأعوام الماضية؟ يعني لأنه نشوف درجات الحرارة مقاربة لكل صيف، لكن الشعور بالحر يكون أكبر، لماذا؟ كما ذكرت أنه هذه موجة الحر والأجواء الحارة في صيف المملكة تكون كل سنة نفس الحكاية، الناس تشتكي من الحر من الحر، لكن هو درجات الحرارة حول المعدل، لسه ما سجلت درجات حرارة أعلى من المعدل، ولكن إذا كان في درجات حرارة أكثر من المعدل ننتظر حتى نهاية الصيف ويصدر التقرير ونقارنها بالسنوات الماضية حتى نقول هذا الصيف كان أحر من الصيف السنة الماضية ولا الأعوام اللي قبل وزي. نعم. لكن الحمد لله الأجواء تقريبا درجات الحرارة حول المعدل، وكما ذكرت أنت الإحساس بدرجة الحرارة يكون أعلى على حسب من منطقة إلى منطقة. في بعض المناطق تشهد ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة، ويكون الإحساس بدرجة الحرارة أعلى من المسجلة فعليا. لكن هذا يعني عادة يصير كل سنة، والناس تشهد زي كده ويقول له درجة حرارة السنة أعلى، درجة الحرارة السنة أعلى، لسه ما سجلت، يعني ما شفنا شيء جديد. جميل، يعطيك ألف عافية المحلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل الجازلي. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل.